عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وبألف خير. الفيديو هذا هو الجزء الثاني من الجولة اللي بديناها مع بعضنا في الفيديو السابق، جولة في المدينة العتيقة بتونس. اليوم جولة متنوعة، باش نمشيو مع بعضنا المقهى الخطاب على الباب، المسلسل الشهير في تونس، مقهى نسيبة العزيزة، أيضا السلسلة الفكاهية المعروفة والشهيرة أيضا في تونس، وبعض المعالم الأخرى المشهورة في تونس في المدينة العتيقة. رحلة ممتعة، ملتقانا في آخر الفيديو. Thank you.
هكا نكون وصلنا لاخر فيديو، ان شاء الله تكون جوله نالت اعجابكم، والتقانا ان شاء الله في فيديو قادم. من هنا الوقت ردوا بالكم على روحكم وبالسلامه.